يا ترى ايه الخواص الجديده اللي تم اضافتها على تطبيق انستا باي، وازاي تستفيد من الخواص دي وتضمن ان تحويلاتك تتم بسهوله وبامان، وازاي بيتم تحويل الفلوس من خلال الخواص الجديده دي؟ بانكير نبض البنوك. من فتره قريبه اتاح تطبيق انستا باي خاصيه جديده لتحويل الاموال لحظيا من خلال رمز الاستجابه السريع الكيو ار كود، وده بهدف ضمان ارسال الفلوس بشكل صحيح للشخص اللي هتحول ليه من غير حدوث اي اخطاء اثناء كتابه البيانات. وفي الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئله اللي بتشغل بال حضراتكم حوالين الخاصيه دي، وكمان خاصيه شير اللينك اللي نزلت مع التحديث الجديد. اول سؤال، ايه هي خاصيه الدفع الجديده للاموال عبر انستا باي؟ خاصيه تحويل الفلوس بشكل لحظي عبر تطبيق انستا باي عن طريق رمز الاستجابه السريع كيو ار كود واحده من اهم الخواص اللي تم اضافتها للتطبيق، ومن خلال الخاصيه دي هتحول فلوسك وانت مطمن انها توصل للشخص اللي انت قصده. طب وايه اهميه خاصيه الدفع الجديده الكيو ار كود؟ اهميتها ضمان تحويل الفلوس بشكل لحظي عبر تطبيق انستا باي دون وجود اي مجال للخطا وارسال الفلوس لشخص تاني اللي كانت بتحصل قبل كده نتيجه كتابه رقم الحساب البنكي بشكل غلط. طب ليه الخاصيه الجديده ظهرت عند ناس وناس تانيه لا؟ لو ما ظهرتش خاصيه الكيو ار كود عندك على تطبيق انستا باي، ادخل على جوجل بلاي او متجر الايفون لو معاك ايفون واعمل تحديث هتظهر عندك الخواص الجديده. نيجي للسؤال الاهم، ازاي تعمل تحويل بالخاصيه الجديده؟ الشخص اللي هيتحول له الفلوس هيفتح التطبيق، وبعد ظهور الصفحه الرئيسيه هيضغط على مشاركه الكيو ار كود، هيبعتها للمرسل اللي هيفتحها عنده، وهتدخله مباشره على بيانات المرسل اليه. كل اللي هيعمله هيكتب المبلغ والرقم السري. في طريقه ثانيه، لو كان المرسل والمستقبل في نفس المكان، يمكن للمستقبل فتح الكيو ار كود من خلال التطبيق، وبعد كده هيقوم الراسل بفتح الكاميرا بتاعته ووضعها امام الكيو ار كود علشان تقراها والوصول لبيانات المستقبل مباشره. طب وخاصية شير اللينك استخدمها ازاي؟ هتدخل على تطبيق انستا باي، تختار خاصية شير لينك، هتضغط على ارسال اللينك فهيوصل فيه كافة البيانات للهاتف المحمول المربوط بالحساب البنكي. عند فتح البرنامج من الشخص اللي هيعمل التحويل هيلاقي عنوان الدفع في اللينك اللي هو شير لينك، وكل اللي هيعمله برضه يحدد المبلغ ويرسله وبس كده. انا اشرقت اشرف، والى اللقاء. بانكير نبض البنوك.